السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين الأوفياء على قناتكم خير الدين هوم تكستيل. إن شاء الله تكونوا كمل بخير وعلى خير. المهم خوتي كاين اليوم هذا جديد سلابت ليسونس خوتي. قبل ما نبداو اللي مش أبوني في القناة أبوني وزيدي فعل الجرس باش يولي هكذا يلحقكم كل يوم جديد تاعنا. كاين هذا سلبيات ربعة تركيا فيهم توجه يعني فيهم 50/90 50/90 50/90 170,000 برك خوتي 170,000 170,000 ربع سلابت ب 170,000. كاين هذا الكولر وكاين هذا الكولر يجو دي غرادي واحدة فونسي واحدة كلير كلير حتى الأخرى. وكاين هذا الكولر 170,000 كاين هذا الكولر كاين هذا الكولر خوتي وكاين هذا الكولر هذا خوتي 170,000 خوتي. المهم خوتي مش ابوني ابوني معنا واي استفسار خوتي ابعثونا في فايبر 0556965131 ولا على قناتنا على الفيسبوك على صفحتنا على الفيسبوك خير الدين هوم تكستيل ولا على انستغرام خير الدين هوم تكستيل. المهم خوتي بقاو تبعوا فينا مازال كاين جديد بزاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.